بسم الله الرحمن الرحيم وبها نستعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا عن تفسير رؤية الوز في المنام لابن سيرين والنابلسي. يرى الإمام ابن سيرين أن الوز في الحلم دليل على المكان الرفيع والعمل الجديد القادم للحالم، كما بينال الكثير من الأماني التي سعى لها في الماضي. وإذا رأى الحالم في منامه مجموعة كبيرة من الوز الأبيض دل ذلك على صلاح الخلق والدين وربما الزواج من فتاة حسنة الخلق. رؤية الوز الأسود في المنام هم وكرب شديد، ورؤية الشخص الفقير للوز في المنام دليل على الغنى والحصول على الأموال الوفيرة في الفترة الحالية. تناول المريض للوز في الحلم دليل على الشفاء من الأمراض والحصول على الصحة والعافية. ورؤية المسافر أنه يتناول الوز في الحلم دليل على العيشة السعيدة. سماع صوت الوز في المنام دليل على الحزن وسماع أخبار حزينة. وفسر الإمام النابلسي أن رؤية الوز الأبيض في المنام بشرى بقدوم الكثير من الأشياء المحمودة على حياة الرائي كالمال أو المكانة المرموقة في العمل. كما يرى أن أكل الوز صحة وفيرة في منام الأعزب والعزباء وزواج للعزباء. أما الوز المتعفن أو ذو مذاق غير محمود شر وسوء وفقر في المال ومرض شديد يعاني منه الحالم، والله أعلم. تفسير حلم رؤية الوز في المنام للفتاة العزباء. هو يعتبر خير ورزق مبارك فيه، وقد تبشر بسعادة وحياة مستقرة بأمر الله. سرب الوز السابح في المياه في منام العزباء قدرة على نيل الأماني والأحلام البعيدة والوصول لكل ما ترغب فيه. أما طيران الوز في الحلم سفر بعيد، وتطاير الريش عبارة عن زواج قريب وحياة سعيدة مع الأهل والأصدقاء. كما فسر علماء الأحلام الريش الأبيض بالزواج القريب والحال الميسور، وقد ترزق بزوج صالح ذات خلق ودين. أما الريش الأسود في حلم الفتاة التي لم يسبق لها الزواج فعبارة عن فقد وحرمان عاطفي، وقد تنذرها الرؤية بقدوم الكثير من الأخبار المحزنة، والله أعلم. وتفسير رؤية الوز في منام المرأة المتزوجة بيدل على قدوم الخير والاستقرار الزوجي، وقد ترزق بمشروعات ناجحة هي وزوجها وبيكون مصدر سعادة لهم بأمر الله. كما إن أكل الوز في المنام بركة في المال وصحة وفيرة. ونتف المتزوجة لريش الوز فشل في تحمل مسؤولية بيتها وصعوبات كبيرة في العمل. أما إذا تناولت المتزوجة في منامها الكثير من الوز المشوي دل ذلك على فقر المال وقدوم الكثير من الأحداث السيئة لأهل بيتها، وعليها الحذر من صحبة السوء. كما يرى ابن سيرين أن شراء الوز في الحلم تحقيق للأماني والأحلام البعيدة وتغيرات محمودة في حياة المرأة وزوجها، وطيران الوز في المنام سفر بعيد وذرية صالحة الخلق والدين. وفي منام المرأة الحامل بيدل الوز على شفاء المرض وزوال القرب بأمر الله، وقد ترزق بمولود أنثى. أثر رؤية ريش الوز الأبيض والوز الرمادي والأسود ذكر، والله أعلم بما في الأرحام. ورؤية الوز في حلم الرجل الأعزب والمتزوج. الوز في منام الرجل مال حلال المصدر، ربما يدل كثرة الوز في منزل الرجل على البركة والسعادة. هبوط الوز على جسد الحالم أو في منزله من الرؤى الجيدة التي تحكز الحالة النفسية الجيدة للحالم. في منام الشاب الأعزب بيدل تناول الوز على الزواج والسعادة مع شريكته. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.